صفات لو لقيتيها في الراجل اطرديه من حياتك وفورا، لأنه ما ينفعش يتذكر بكلمة راجل. ممكن الفيديو ده يزعل شباب كتير مني، ما يهمنيش. طز، أول صفة لو شفتيها في الراجل اهربي منه، سواء بقى كان زوجك أو على عتبة الزواج، خطيبك، حد معرفة في العمل، أيا كان بقى الشخص ده يبقى ايه في حياتك. المهم لو شفت فيه الصفات دي اهربي منه، ابعدي عن حياتك. اول صفة ما عندوش نخوة الرجولة، يعني يسيبك تعمل اللي انت عايزاه، البسي اللي انت عايزاه، روحي في المكان اللي انت تحبيه، اتكلمي مع اي شخص، انا يهمني مش انت بتحبيني، خلاص اعمل اللي انت عايزاه، ولكن خلي بالك في نطاق المسموح. طب وهو المسموح انك تسيبها كده؟ المسموح انك ما تغيرش عليها؟ ده حتى يكون اسمك ديوث. بص اقول لك حاجة، او بصي انت هقول لك حاجة، لو لقيت الراجل ده اهربي وانت الكسبانة، لان الراجل ده لا بيحبك ولا هيحافظ على عرضك ولا هتطلعي بنات كويسين ابدا من خلفته السوداء. يبقى مهم اول صفة لو لقيتيها هربي، ان الراجل ده لو لقيتي ما عندوش نخوة، ما عندوش رجولة، مش فارقة معاه، راجل متحرر، راجل بلغة العصر متحرر، وما اكثرهم في حياتنا. يمكن الشخص الطبيعي دلوقتي اللي بيغير واللي بيخاف عليها واللي بيقدرها واللي بيقول لا لا ما تلبسيش، ما تعمليش، ما تروحيش، ما تكلميش، اصبح شخص معقد ولكنه نادر. الصفة التانية ودي مهمة جدا، الشخص اللي يهينك قدام أي حد، لأن مدام سمح لنفسه بإهانتك هيديك فوق راسك ومش هيحترمك أبدا. يبقى أنت بالنسبة له مش جوهرة ثمينة بيحافظ عليها إن فلان يجيب في سيرتها بشكل وحش، لأن ممكن كلمة زوجك يقولها أو حبيبك أو خطيبك أو أيا كان يقرب لك إيه، أو أخوك حتى وقل منك قدام حد، الحد ده بياخد الكلام وما بينساهوش، وبالذات لما يكون حد قريب منك ويقول عنك كلمة وحشة هتتصدق، مادام هو قريب وقال كده، أمال البعيد هيقول عنك إيه؟ مادام سمح لنفسه إنه يقل منك قدام حد، يبقى هتقل من نفسك طول حياتك ومش هتاخدي تقدير من أي حد، وأنت حر براحتك اعملي اللي أنت عاوزاه. دي الصفة التانية. الصفة التالتة الراجل البصباص، وأنت ماشية معاه يبص لأي واحدة، حبيبتي انا ببص عادي، ما عنديش اي مشكله ان اتكلم مع دي واتكلم مع دي، ما دام ما عملكش احترام في وجودك والله ما يحترمك في وجودك ولا هيحترمك في غيابك، واكتر شخص ممكن يخونك هو الشخص ده. ماشي معاكي بقى، ده نظرات عشوائيه، ده بيبص عادي، انت عارفه النظره العاديه والنظره الغير عاديه، اوعي تفوتي علشان هتاخدي فوق راسك بعد كده. ولو الشخص ده بيقولك انت بتبصي ليه، بتعملي ايه، وهو ما بيعملش كده، طب ما تبدأي انت تركزي في حاجة زي دي، لأن ده بيقل منك انت. على فكرة البنت اللي هو بيبص عليها جواها مش بتقول واو شارلوك هولمز معجب بيا، لا ده بتقول الجثة اللي جنبه مش عجباه، الجثة اللي جنبه ملهاش قيمة، بص انا شديته ازاي، يبقى انا اجمل منها، ممكن انت تكوني اجمل منها بمراحل، هي شايفة كده، هو الراجل بتاعك الناطع حسسها بكده، قل منك بكده، وانت كمان لو انت بتعمل كده خد بالك انت بتقل، وكما تدين تدان، وهتلاقي ده بيحصل فيك انت، بس انا هتاخد حاجة نظيفة. فانت حضرتك مش شارلوك هولمز ولا البنت بتبص لك علشان معجبة بيك، حضرتك لا مش بتبدلك النظرة عشان معجبة بيك، بتبدلك النظرة عشان تحسس الجثة اللي جنبك اللي ملهاش قيمة ان هي احسن منها. فلو انت عاوز اي واحدة تكون احسن من مراتك، احسن من اللي معاك، حريتك عادي ركبه، وانت ما تسمحيش بكده. تمام، انا قلت نصيحتي، اللهم ما بلغت اللهم فشل. عايزه تعملي بنصيحتي يا بنت الحلال براحتك، مش عاوز تعملي بنصيحتي هتاخدي فوق دماغك وهتشربي الطين. يلا سلام.